بسم الله الرحمن الرحيم. ده تكملة للجي اي تي ديس اوردرز، تقدروا تعتبروها تكملة ليكتشر 5، تعتبروها ليكتشر 6. المهم ان احنا ايه نخلص وخلاص الجي اي تي ديس اوردرز. يمكن احنا اتكلمنا عن الماوس ديس اوردرز والاستوماتايتس والجلوسايتس، واتكلمنا عن الجاسترايتس. هنتكلم دلوقتي عن الكونستيبيشن. كونستيبيشن طبيعي ان الاستول بيبقى له كونسيستنسي معين. الكونسيستنس دي لو ما بقتش مظبوطه، بقت هارد شويه نتيجه قله الميه، ده يعتبر بالنسبه لنا كونستيبيشن او امساك. طب وده يجي نتيجه ايه؟ نتيجه اكل فيه فايبرز قليله، الفايبرز اللي في الاكل تبقى قليله، واحد ما بيعملش فيزيكال اكتيفيتيز كتير، او في عنده في مشكله في الانتستينال موتيليتي بشكل ما، طبيعي المفروض ان هو ياكل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي، والحاجات اللي فيها هاي فايبر، سواء السناره، التين، يعني حاجات فيها فايبرز تظبط الدنيا. من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها علشان نظبط موضوع الكونستيبيشن، ودي اسهل الاشياء، دي اهم واحده، اللي هي البسيليوم، الحاجات اللي هي بتزود البلك. يبقى البلانتاجو بسيليوم دي بتبقى سليبري، ويمكن شفناها احنا قبل كده. دي ممتازه للقصه دي، حاجات بتحسن الموتور فانكشن اوف الجاسترو انستانال سبازموليتكس زي الكامومايل، بس مش مشكله قوي. حاجات بتحسن بتعمل لوبريكيشن للجاسترو انستانال تراك زي اللينسيد، الصوره اللي هي حضراتكم شايفينها فوق على اقصى اليمين. بعض الحاجات اللي بتبقى لاكستيف هيربز زي الليكوريش، وبتساعد اللاكستيفز. من ضمن اللاكستيفز دول فيها حاجات يا اما بتدي بلك زي البران وبسيليوم والاجار، حاجات ستيمولنت او ايريتنت لاكستيفز زي السنه والروبرب والالوز. طبعا الحاجات دي ما تنفعش خالص مع واحده بريجننت. في حاجات فيها شوجر زي التمرند او التمر الهندي، في حاجات زي الكاستر اويل، ده بقى يزفلط الدنيا خالص ويظبط الدنيا خالص. البالك لاكستيفز دي مين اللي بيستخدموها للكورونيك كونستيبيشن، دي ممكن تنفع حتى ايفن لو واحده حامل بريجننت، ما فيش مشكله، زي البسيليوم، وده عشان الميوسلج الموجود فيها. الاجار طبعا والبران والتراكنز، بس مش مشكله قوي بالنسبه لنا، البران كويس طبعا. في الاستيمولانت لاجز دول فيهم انتراكينونز، وزي السنه والكاسكارا، فرانجيولا، روبرب، طبعا الحاجات دي نيفر انها تنفع لواحده حامل او طفل اقل من 12 سنه، ممنوع، او واحد عنده الانتستاينال موتيليتي بتاعته فيها مشكله، ما ينفعش خالص. في حاجات شوجر كونتيننج هيربز زي التمر هندي او التمرند او الخوخ او الكاشيا او اللي ياكل الزبيب كتير والجريب والتين، أو اللي حضراتكم شايفينهم الصور الجميله اللي شايفينها دي. بعد الكونستيبيشن عندنا في الدايريه. الدايريه يعني مفروض الشخص الطبيعي بيعمل مره في اليوم، لكن لو عمل من يعني يكون ستول من مرتين لست مرات في خلال 24 ساعه، وده معناه ان هو عنده دايريه، وطبعا ده بقى ووتري. الووتر كونتنت اللي فيه بقى حوالي من 70 ل 90%، وده طبعا مش طبيعي، لان الطبيعي من 55 ل 70% فقط. ممكن الدايريه دي تبقى اكيوت، يعني تاخد لها يومين ثلاثه ثلاث اربع ايام وخلاص. ممكن تبقى كرونيك، يعني تنها قاعده لحد 4 أسابيع، دي مشكلة كبيرة جدا. هنعالج الكلام ده ازاي؟ مينلي بدراجز كونتيننج تانينز. التانينز هي الحاجة الايه المهمة جدا اللي بنعالج بيها الدايرية. ومع الكلام ده ممكن نستخدم حاجات فيها انتي بكتيريال اكتيفيتي تعالج الموضوع ده. لكن خلي بالك ان لو خدت جرعة كبيرة من التانينز دي ممكن تعمل مشكلة، عشان كده لازم يبقى الكلام بحكمة.
بليمت معين. ده شكل الانتستين من جوه، وشكل الميكوزا اللي موجودة والساب ميكوزا. من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها بصورة قوية جدا للقصة دي الشاي. الشاي ده فيه الكافيين والثيوفيلين والسيبرومين، ودول عبارة عن الكالويدز، دول ستيميلانس واللي ليهم حاجات ليها دايريتك اكتيفيتي. لكن المهم هنا عندي بالنسبة لي للدايرية هو التانينز، واللي من ضمن الحاجات الأخرى التانية اللي فيها تانينز الأواك أو البلوط، حاجة اسمها البلاك بيري، الأجريموني، وفي حاجات زي البوميجرانيت والجلنجال، هماميليس، الجوافة، البارك بتاعها. الشاي فيه منه نوعين زي ما حضراتكم عارفين، الشاي الأخضر والشاي الأسود، وده عبارة عن الفرق بينهم عبارة عن طريقة البريباريشن. طريقة البريباريشن هما الاتنين نفس الشجرة، لو انت عملت فاست دراينج ده ما بيلحقش ان هو يحصل اوكسيديشن وبالتالي ده بقى لونه جرين، لكن لو عملت سلو دراينج ده بيحصل فيه اوكسيديشن بشكل معين، والكلوروفيل الموجود ده بيتحول الى اللون بدل الاخضر الى اللون البني زي ما حضراتكم عارفين، وفي نفس الوقت بيحصل فيه اوكسيديشن بشكل معين ويبقى فيه كافيين ليبريتد لوحديه مع ليتل اماونت اوف تانينز. لكن لو انا عايز تانينز كتير بيبقى مينلي عباره عن جرين تي. غير البلاك والجرين تي في حاجه اسمها الاولونج تي، وده بيبقى عباره عن بريباريشنز بس مختلفه، وده موجود في الماركتس الصينيه وبعض الماركتس الاخرى الاوروبيه. من ضمن برضو المشاكل اللي بتقابلنا موضوع البروتوزوا، يعني دايما تلاقي ايه حد داخل يقول لك ده انا عندي تعنيه. تعنية يعني إيه؟ يعني عنده مشكلة أثناء الديفيكيشن زي الولد اللي حضراتكم شايفينه في النص ده كده، ويا عيني ساعتها يعني بعد تعب شديد جدا 10 دقايق ولا بتاع يبص يلاقي فيه إيه؟ ووتر ستول. ده مين ليه؟ بيبقى نتيجة الأميبا أو الجياردية اللي هو الصور اللي حضراتكم شايفينها دي، واللي دول من البارازايت أو البروتوزوا، واللي طبعا دايما يشتكي يقول لك ده ايه ده، لما بيبقى عنده الحكايه دي تلاقي ريحه الاستول لا تطاق، مش طبيعيه خالص، حاجه لا تطاق، ويقول لك الاستول لونه اخضر. طيب هنعالج الحكايه دي ازاي؟ عندي دراجز كتير قوي بتعالج القصه دي، عندي الكالويدز زي حاجه اسمها الكونيسين، او عندي الايميتين والدايهيدرو ايميتين، ودول من الحاجات اللي بيعالجوا بيها الايه الاميبيك ديزنتري، برضو الكوينونز، بعض المواد الاخرى التانية زي حاجه اسمها الجوسيبول. الجوسيبول ده على فكره موجود في القطن، يعني حضراتكم القطن ده في البذره بتاعته في ماده اسمها الجوسيبول، ودي في وقت من الاوقات كانوا بيستخدموها كحاجه بتقلل يعني بتقلل الخصوبه عند الرجال بالذات. يمكن بعد كده عندنا حاجه اسمها الاريتابل باول سندروم او الاي بي اس، ودي ممكن اجيب لحضراتكم صوره زي كده مثلا الايه الاي بي اس دي. وال الاي بي اس يعني بيبقى مينلي دي اللارج انتستين يجي في بوزيشن معين ويبتدي يحصل كونتراكشن قوي جدا، وده يعمل مغص شديد جدا جدا في الماسكولار لاير زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب هنعالج الكلام ده ازاي؟ طبعا من اقوى الدراجز اللي بتستخدم للقصه دي البيبرمنت، او اللي هو النعناع او المنتا، اللي هي بيبقى في مينلي فيها فولاتايل اويل ريتش ان منتول، واللي ده بيبقى انتي سبازموتيك وبيقلل الكالسيوم اين انفلكس انتو ماسلز، وبالتالي يحصل لها ريلاكسيشن، ولازم نحفظ الايه الميكانيزم اوف اكشن ده، ان هو بيقلل الكالسيوم انفلكس انتو ذا ماسلز، وبالتالي هيحصل ريلاكسيشن في الجي اي تي سموث ماسلز، وبالتالي هيقلل الريتابل باول سندروم اللي حاصل ده. من الحاجات اللي عندنا برضو في المشاكل بتاع الجي اي تي ديس اوردرز الهيمورويدز.
هيمورويدز دي حاجة من الحاجات اللي بتبقى مينلي نتيجة إن الفيسلز الموجودة فيها مشكلة بشكل معين، بحيث إنها بيبتدي الإلاستيستي بتاعتها ما تبقاش مظبوطة، تبتدي يحصل فيها انتفاخات بشكل معين سواء داخليا أو خارجيا. واللي طبعا عشان نعالج القصة دي هيبقى محتاجين إن احنا نخلي تومنتين الستول سوفت. احيانا بنستخدم حاجات بيتر تونيكس، حاجات استرينجنت، علشان خاطر ايه توقف النزيف او الهيموريدج اللي بيحصل ده. ويمكن دي الصوره اللي على الشمال دي، لو حصل هنا السويلنج ده بيبقى نتيجه الفينز والكابيلاريز الموجوده دي في الريكتم، بيبتدي يحصل فيها انلارجمنت، وده دي بواسير الداخليه الانترنال هيمورويدز او بايلز. لكن لو حصل ناحيه بره كده تمام، ده اللي بيسموها الاكسترنال هيمورويدز، وبتبقى هي الشكلين اللي حضراتكم شايفينهم دول، قد تبقى كده قد تبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، دي اكسترنال هيمورويدز. وطبعا ده بتبقى حاجه صعبه جدا، يعني الام رهيبه جدا للشخص اللي عنده الهيمورويدز. طيب مين اللي هنعالج الكلام ده ازاي؟ طبعا الشخص ده ياخد دايتري فايبرز، ياخد فايبرز اكله يبقى مليان فايبرز بصوره قويه جدا، ياخد حاجات فيها ميوسلج عشان تزفلط بالعربي كده، تبقى سليبري للستول، يسهل خروجه، زي الحاجات زي البسيليوم مثلا، او حاجه اسمها الاولموس او السليبري ايرم بارك. ياخد حاجات فيها تنينز وحاجات تقوي الفاسكوليتشر الموجود، وزي الهورس شيست نوت، وده بيبقى فيه كميه تانينز وسابونينز بتقوي الفاسكوليتشر الموجود. كمان ياخد بيستخدموا الهاماميليس، ودي عشان فيها حاجه اسمها الهاماميلي تانينز، ودي بتبقى استرينجنت. فنحفظ البسيليوم، نعرف الهورس شيست نوت كيرنل ده اللي هو ابو فروه، ابو فروه. ثم اخيرا عندنا في الانتستانال ورمز، واللي يعني الديدان اللي موجوده زي الانكليستوما، الاسكاريس، وات ايفر، الحاجات دي كلها من ضمن الحاجات اللي بيستخدموها لعلاج هذه الورمز الجارليك. ده بيستخدموه للراوند ورمز زي الاسكاريس والهوك ورمز والثريد ورمز والبين ورمز، حاجات كتير قوي. الجارليك ده زي ما قلنا صيدليه كامله متنقله. الكواشيا، ودي بيستخدموها مينلي تو اكسبيل ثريد ورمز. السانتونيكا، ودي اللي هي بيسموها الشيح الخرساني، ودي اتكلمنا عنها في سنه اولى ان هي مين للراوند ورمز زي الاسكاريس، ودي لو اتاخدت بكونسنتريشن عالي شويه ممكن تعمل مشاكل كتيره، فيمكن عشان كده بطلوا يستخدموها، ان لو استخدمت بكونسنتريشن اكتر من 50 مللي جرام ممكن تعمل يلو فيجن وبلورد فيجن وممكن تعمل بلايندنس، فبطلوا يستخدموها الا بكونسنتريشن معين. البوميجرانيت او قشر الرمان ده من اقوى الحاجات اللي ليها انتلمنتك اكتيفيتي نتيجه الالكالويدز اللي فيها، اللي هم البليترين والعائله بتاعته، واللي دول ليهم قوه جديده زي الصور اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي. اخر حاجه في الجي اي تي ديس اوردرز هو عباره عن الليفر اند بيلياري تراكت ديس اوردرز، واللي حضراتكم الليفر ده زي ما حضراتكم عارفين ان هو المكان الاساسي اللي بيتم فيه ديتوكسيفيكيشن لكل الحاجات التوكسيك اللي بتخش الجسم عندنا، والبايل ده وظيفته هو هضم الدهون او المساعده على هضم الدهون. طبعا مشاكل الليفر والبيليا تراكتس اوردرز ممكن توصل لليفر سيروزز، تليف، ممكن تبقى عباره عن جاست اكيوت او كرونيك هيباتايتس، يعني التهاب في الكبد، ممكن يبقى عباره عن جوندس، وده ممكن يبقى نتيجه سواء بقى فايرال انفكشن او واحد بيشرب الكحول او في بوليوشن بشكل معين او اشياء اخرى كتير. دايما بيسموا مشاكل الكبد ان ده الايرلي مورنينج سيمتومز، يعني ده الحاجات اللي ايه بالصبحيه بدري كده تلاقي مشاكله دايما باينه كلها الصبحيه بدري. مع يبقى ده بتاع الليفر. اشهر الدراجز اللي بتستخدم للقصه دي حضراتكم هو عباره عن الميلك تيسل، وده نبات مشوك شفناه قبل كده،
اللي هو السليبيا ماريانم، واللي فيه مادة اسمها السيليمارين، وفي الارتيتشوك اللي هو الخرشوف. في دراجز كتير قوي بتستخدم للقصة دي، ممكن يستخدم حاجات دايفوريتكس يعني معرقات، يستخدم حاجات ليها انتي فايرال، لان اللي بيأثر اصلا على الليفر هو مين اللي بقى فيروس زي فيروس سي مثلا كده للاسف الشديد، فبيستخدموا حاجات انتي فايرال زي النبات اسمه الهايبريكا، ممكن يستخدموا حاجات اميونو موديوليتور او اميونو انهانسنج دراجز زي الاشنيسيا، ممكن هيباتو بروتكتيف، ودي مشهوره طبعا جدا زي السليبيوم ماريانم او السيناره اللي هو الارتيتشوك، فلازم تحفظوا لي السليبيوم ده، واللي ده يمكن موجود في دراجز كتير قوي، السيليمارينز دي زي حاجه اسمها الليجالون مثلا، دي موجوده كتير جدا في ادويه كتير جدا في مصر والعالم عموما، والسيناره اللي هو الارتيتشوك دول لازم تحفظوهم كويس قوي. او يمكن ده السليبيوم ماريانم، دي الاشنيسيا، ده السيناره، ده التليا كحاجه ميوكوليتيك، يعني كلها دي عباره عن مواد بتستخدم. ده السيناره ده له انتي هيباتوتوكسيك وكولاجوج، وبيقلل الكوليسترول والترايجليسرايدز. ده الاشنيسيا والاستراجلس والهايبريكام برفوراتم، وفي نبات اسمه الشيزاندرا، والشيزاندرا ده له فروتس لونها احمر كده جميل، اللي هي دي في ماده اللي هي الشيزاندرين، وده بيقلل السجبتولوجلوت او الاي ال تي والاي اس تي. طبعا الليفر سيروزز زي ما حضراتكم شايفين الصوره الفظيعه اللي على الجنب دي، يعني بيبقى نتيجه الالكحول، يعني اللي بيشربوا الكحول او خمور او كده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمور، عشان بتوصل الكبد للصوره اللي حضراتكم شايفينها دي. فيمكن من افضل الدراجز اللي ممكن نعالج بيها اللي هو السيليبيا ماريانم اللي هو فيه سيليمارينز، الشيزاندرا اللي هو فيه الفروتس الحمراء دي، السينارا اللي هو الارتيتشوك، او بيستخدموا احيانا البربرين كونتيننج هيربس. احنا كده خلصنا الحمد لله الجي اي تي ديس اوردرز، يمكن هي اطول جزئيه موجوده عندنا، عشان كده قسمتها على محاضرتين، هي طويله شويه، يمكن اللي بعد كده اقصر بكتير، وان شاء الله يكون اسهل بكتير باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. يا عمرو، يا عمرو، تعالى كده، انا وقفت كده، اعمل ايه بقى؟ عرفني انا. لا عرفني. خلاص اطلع عليها تاني. يلا مور مور عند ميتينج، عند ميتينج فور رول.